نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات فعلا، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح. من هذه الأخبار تدشين معدات نظافة جديدة في أسوان بقيمة 20.5 مليون جنيه، وأيضا افتتاح معرض أهلا بالمدارس في شمال سيناء، وتنفيذ 5 مشروعات خدمة وطنية وتنموية بأبو كبير في الشرقية، وأخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان وتفقد المحافظ اللواء أشرف عطية المعدات والسيارات الجديدة المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في أسوان بتكلفة إجمالية 20.5 مليون جنيه. في بني سويف قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إن المركز الطبي التخصصي التابع لمستشفيات جامعة بني سويف قدم الخدمة الطبية ل 16,000 مريض من بداية السنة دي ولحد شهر أغسطس اللي فات. في بورسعيد أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة للمسابقة، دورة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. في أسيوط أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط انتهاء الجامعة من عقد اختبارات لحوالي 331 طالب من المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية، وده في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي. في شمال سيناء افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة معرض أهلاً مدارس اللي بتنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية. بيشارك في المعرض المقام بحديقة المالح أكثر من 45 عارض. في الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع مياه الشرب وقطاع الأبنية التعليمية بمركز مدينة أبو كبير. المشروعات دي تكلفتها حوالي 527 مليون و200 ألف جنيه. في الإسماعيلية أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل تدريبية حول تقنية استخدام الروبوت الجراحي بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة، وتعتبر الإسماعيلية هي ثالث محافظة بيتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. في المنوفية تم تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بالقرى الأكثر احتياجاً، وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه المعارض موجودة في قرى أبو عوالي وجريس بمركز أشمون وقرية العراقية بمركز الشهداء، وتم توزيع 9650 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً. في قنا استقبل المحافظ اللواء أشرف الداوودي وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة اللي بتنفذه هيئة جون سنو بالشراكة مع وزارة الصحة. المشروع بيعمل على إطلاق نموذج الصحة المجتمعية بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية جراجوس بمركز قوس، وده بهدف تحسين جودة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.